كنا بنتكلم عن الجامينج والجامينج او مقاومه الجامينج ده جزء اساسي وميزه اساسيه في السبريد سبيكترم بشكل عام. لو احنا بنتكلم عن الجامينج بالنسبه للفريكوانسي هوبينج سيستمز زي ما قلنا المره اللي فاتت قلنا الجامر ممكن يبقى وايد باند جامر مال الباند كلها وممكن يبقى نارو باند جامر مركز على حتة بس من الباند وبنقارن ما بين الجامر في حالة السيستم العادي الـ FSK العادي اللي هو ما بيعملش فريكونسي هوبينج وبين السيستم اللي بيعمل فريكونسي هوبينج. السيستم اللي بيعمل فريكونسي هوبينج الجامر عنده حل من اتنين، يا اما ان هو يحاول يغرق الدنيا كلها، ولو غرق الدنيا كلها هيبقى تأثيره محدود لان في اي لحظة فريكونسي هوبينج انا بنط على فريكونسي والفريكونسي قيمتها بتبقى عاليه. والحل الثاني بالنسبه للجامر ان هو يركز على جزء من الباند بس، يركز على جزء من الباند بس بحيث ان هو لو رمى يعني رمى طاقته كلها على الباند كلها تاثيره هيبقى فار بالنسبه للسيستم اللي شغال، بينما ان هو لو ركز على باند واحده بس ممكن يضرب الايه؟ ممكن يضرب الفريكونسي دي، يعني لو ركز عليها وراح ضربها بكل قوه هيقدر يستطيع ان هو يضرب الفريكونسي دي. فده بالنسبه للجامينج في حاله الفريكونسي هوبينج. زي ما اتفقنا ان الفريكونسي هوبينج بيستخدم وما زال بيستخدم بكثره في الابلكيشنز، القصه بتاعت السكيورتي بتاعت الكوميونيكيشن لينك بتبقى قصة وجعاني وهماني وخلياني مش عارف انام. فالقصة دي بتخليني طب انا عايز احمي الكوميونيكيشن ازاي، ده في جامر هيضربني. فبنقعد بقى ايه بنلعب لعبة القط والفار ما بين السيجنال والجامر، الجامر عايز يبوظ السيجنال والسيجنال عايزة تهرب من الجامر، فالجامر ينط للسيجنال هناك السيجنال تنط له هنا وهكذا. فلعبة القط والفار دي بتستمر. لو انا بعمل اناليسز بالنسبة لي بعمل اناليسيس بالنسبه للانترفيرنس افكت في حاجه زي كده، انا في الاناليسيس دوت انا بهمل قيمه النويز. طبعا في نويز، هديكم مثال دلوقتي حالا بنويز، بس انا علشان بس نسهل الدنيا شويه هقول لك انا ايه. سيبك من النويز، خلينا نركز على الانرجي بير بت على الانترفيرنس انرجي للنارو باند مقارنه بالانرجي بير بت على الانترفيرنس انرجي في الفريكونسي هوبينج. انا عندي حالتين، الحاله الاولانيه اللي هي على الشمال دي انا ما بعملش فريكونسي هوبينج، مفيش هوبينج، فالايه السيجنال ما بتتحركش والجامر راح ايه ناطط على السيجنال في الباند دي. والحاله الثانيه اللي هي دي انا بعمل فريكونسي هوبينج، الجامر بينط على 1 فريكونسي بس علشان يقدر يأثر عليها، لأن هو لو عمل كده تأثيره هيبقى ضعيف. لما يعمل حاجة زي كده ببص على الانرجي انفورميشن انرجي للجامر انرجي، النسبة بينهم في حالة النارو باند وفي حالة الفريكونسي هوبينج، هلاقي إن الفرق بينهم هو السبريدنج فاكتور. خلينا فاكرين في الفريكونسي هوبينج السبريدنج فاكتور ال هو عدد البنز. السبريدنج فاكتور في الفريكونسي هوبينج هو عدد البنز مش النسبه بين الشيب ريت والانفورميشن ريت او الشيب ريت والسيمبل ريت، مش زي السبريد سبيكترم الدايركت سيكونس. في الفريكونسي هوبينج السبريدنج فاكتور هو عدد البنز. لو انا ببص على الرقمين هجد ان في ريشيو ما بين الاس ان ار او الانرجي، نسبه الانرجي بين الانرجي بير بت والانرجي للانترفيرنس، النسبه ديت هي ال دوت اجين في حاله ان انا بهمل النويز. وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان البروبابيلتي اوف ايرور في الحاله دي انا مفترض ان الجامر مركز على ايه؟ 1 بن 1، فبالتالي
بقيه البنز اللي هم عددهم كل البنز عددهم ال فبقيتهم ال ماينس 1 البروبابيلتي اوف ايرور هي البروبابيلتي اوف ايرور بتاعه الاف سكيل عادي، بينما بين واحده بس البروبابيلتي بتاعتها نص، على اساس ان انا مفترض ان الجامر قوي جدا وايه نزل على البين دي خرب، فبالتالي هنلاقي البروبابيلتي اوف ايرور في الحاله دي محدوده ب محدوده بالرقم ده، ان في عندي رقم واحد على ال في نص. ال هتبقى كام؟ هتبقى 1000، هتبقى 10000، هتبقى 100000. ففي عندي probability of error رقم ثابت زي ايه؟ زي العقله في الزور كده، زي العقبه الكؤود اللي هو الترم الثاني ده موجود دايما، ودي مشكله في الفريكونسي هوب مش موجوده في الدايركت سيكونس. في الدايركت سيكونس الجامر يضرب مهما يضرب خلاص، انا في عندي ايه؟ في عندي جامنج اميونيتي، اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. في عندي جامنج اميونيتي، الجامنج اميونيتي معناها ايه؟ معناها ان انا ممكن ابقى باعت السيجنال تحت الجامر اصلا وفي الريسيفر عليها فوق الجامر والحياه تبقى جميله. والفرق ده كنا بنسميه الجامنج مارجن. لكن في الفريكونسي هوبنج لا، فريكونسي هوبنج لو الجامر راح مركز على بين معينه وضربها اتضربت، والبروبابيلتي اوف ايرور بقى نص اللي هو اسوء حاجه في الدنيا. فبالتالي البروبابيلتي اوف ايرور الاجماليه بتتحول الى الشكل اللطيف ده. هل ده مقبول؟ يعني لو انا جيت قلت لكم كده يا باشمهندسين، يا باشمهندس انت اسمك ايه؟ محمد. يا باشمهندس محمد، انت خريج هندسه القاهره الكليه العظيمه دي، طب ما تفتنا في الموضوع ده. ليه؟ مش لازم محمد تحديدا، اي حد فيكم. ليه استخدم فريكوينسي هوبنج ده؟ في العيب السيء ده، عيب ابن مش عارف ايه. يا باشمهندس محمد، اتعلمتوا في الكليه، علموكوا في الكليه بتاعتكم دي، فانت تقول له بقى بقلب جامد لا. ايوه هتقول له بقى لا ايه؟ هتقول له لا ايه؟ بصفتكم خريجي هندسه القاهره على سن ورمح، هتقول له لا ايه؟ ولا لسه متخرج؟ انت بتقول لي انت شايلني اهم ليه؟ لسه ما اتخرجتش وبتاع. يعني زي ما اتفقنا بالنسبه لي انتم مهندسون، ولا انتم شايفين غير كده؟ لا انتم مهندسون، يعني خلي عندك ثقه، انت اتعلمت ما يكفي انك انت تبقى مهندس. المشكله دي مشكله، معناه ان انا في عندي بيتس وانا ببعتها هتتضرب لا محاله. بيتس هتتضرب ايه؟ لا محاله. هل ده مقبول ولا غير مقبول؟ اكيد مقبول لحد ما. مقبول لحد ما، مقبول الى حد ما، لو الارقام دي عدد البيتس اللي اتضربت دي مبلوع. كلمه مبلوع دي قصه طويله، بس خلينا نسيبها كده ان رقم مبلوع. ممكن ان انا استخدم انترليفنج وفورورد ايرور كوركشن على السيستم ده ارجع البيتس اللي اتضرب. ممكن اعمل كده لو النسب كويسه، لو ال ال عددها كويس، لو الرقم الثاني عدده معقول، لو الاي بي على الان رقم كويس. ممكن في الاخر ان انا اوصل ان البروبابيلتي اوف ايرور اللي هي احسن حاجه فيها 1 على 2 ال دي، ممكن ان انا انزلها جامد باستخدام انترليفنج وفورورد ايرور كوركشن. فحتى لو الجامر ضرب لي بن، لو الارقام معقوله، اجين كلمه معقوله دي كلمه نسبيه. معقوله يعني ايه معقوله؟ هل 1 على 10000 دي معقوله، ولا 1 على 10 مليون ده معقوله؟ دي تعتمد على حاجات ثانيه، تعتمد على السيستم ليتنسي ريكويرمنت، تقدر تعمل انترليفنج قد ايه، تعتمد على شويه بارامترز احنا ما بنغطيهاش في هذا الكورس، وما اظنش انها بتدرس في حاجه في الكورسات الاختياريه. ممكن تكون بتدرس في كورسات دراسات العليا. للي منكم هيكمل عايز يكمل دراسات عليا في هذا الموضوع كويس. فبالتالي انا بطلع من السلايد دي بحاجتين. الحاجه الاولانيه البروبابيلتي اوف ايرور، احسن حاجه للبروبابيلتي اوف ايرور السيستم ده
هو الرقم ده اللي 1 على 2 ال. 1 على 2 ال ده يحصل امتى؟ يحصل امتى 1 على 2 ال؟ لو اصلا ال اس ان ار رقم كبير جدا بحيث ان الرقم ده ممكن اهمله، يبقى ده ايه؟ الترم ده هيفضل معايا 1 على 2 ال. ده الحد الادنى للبروبابيلتي اوف ايرور اللي ممكن اشتغل بيها في وجود جامر. المشكلة بتختلف شوية في حالة الفاست هوبينج. في الفاست هوبينج أنا ما بقعدش على نفس البن فترة طويلة. السيمبل أنا ببعته على كذا فريكونسي بن. يعني أنا لو بصيت على الرسمة دي هجد إن أنا في عندي فريكونسي بن فريكونسي بن في فريكونسيز كتير. الجامر بيضرب واحدة منهم ماشي، بس أنا الواحدة منهم دي ما ببعتش سيمبلز على بعضها. الواحدة منهم دي أنا ببعت جزء من السيمبل وبقية السيمبل بقسمه على إيه؟ على فريكونسيز تانية. لو أنا افترضت إن أنا ما برجعش، لو أنا افترضت إن أنا ما برجعش في ال ما برجعش لنفس الفريكونسي تاني، انا ببعت السيمبل ببعته ببعت جزء هنا وجزء وجزء سين. انا هبعت السيمبل على 4. This is fast hopping. هبعت السيمبل على 4 frequencies. فبالتالي لو أنا ضربت سيمبل واحد بس من الأربعة احتمال السيمبل ينجو، صح؟ لأن أنا بعت السيمبل جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، ضربت ربعه، تلت أرباعه كويس، تلت أرباعه مازال كويس، ربع بس للضرب كويس. فبالتالي ممكن احسب البروبابيلتي اوف ايرور بشكل مختلف. هنا احسب البروبابيلتي اوف ايرور بشكل مختلف، فاقول والله انا في الحاله دي هحسب البروبابيلتي اوف ايرور في سيستم زي دوت باستخدام ان انا البروبابيلتي اوف البروبابيلتي هيحصل سكيلينج للانرجي بتاعت البيتس بعدد الايه؟ بعدد الهوبس. بعدد الهوبس بدل ما كنت ببعت السيمبل في 1 هوب ببعت السيمبل في اكتر من 1 هوب. لو اكتر دي بقت اكتر كتير البروبابيلتي اوف ايرور للسيستم ده بتقترب من البروبابيلتي اوف ايرور بتاع السيستم اللي ما فيهوش جامنج اصلا. لأنه لو تخيل كده ان الجامر ضرب 1 فريكوانسي بين، ماشي خليه يضرب 1 فريكوانسي بين، بس انا لما اجي ببعت السيمبل ببعتها على 1000 فريكوانسي بين، رقم كبير 1000 بس سي 1000، فانا ضربت واحد من 1000 ماشي اضربه مش مشكله. انا عندي 999 من 1000 من نفس السيمبل سلام وزي الفل مفيش اي مشاكل. وبعدين السيمبل اللي بعديه نفس الكلام، ضرب واحد من 1000 اضرب يا عم واحد من 1000 مش مشكلة، لكن 999 ما زالوا سلام. لما نعمل حاجة زي كده probability of error بتقترب من non-jammed performance. probability of error في حاجة زي كده بتقترب من non-jammed أو no-jamming performance. خلينا ندي مثال بالأرقام. أنا بقول لك في هذا المثال، أو مش أنا بقول لك، مؤلف الكتاب بيقول لك في هذا المثال أنا مديك سيستم، بقول لك السيستم دوت أنا عندي تو أوبشنز، واحدة مفيش هوبينج والتانية فيها هوبينج، تو أوبشنز، واحدة مفيش والتانية فيها. مديك قيمة النويز، النويز قيمتها 10^11.
طبعا المثال ده فيه شويه كده اختصارات علشان نسهل الدنيا على نفسنا، لان طبعا قيمه النويز في 1 تختلف شويه عن قيمه النويز لو انت فردتها، بس الحاجات دي مش هنهتم بيها. قول والله انا عندي حالتين، الحاله الاولانيه في هوبينج، الحاله الثانيه ما فيهاش هوبينج، وبقول لك قيمه النويز، النويز باور ليفل 10^11. الداتا ريت بتاعتك 16 كيلو بيتس بير سكند، والباند ويث بتاعك اللي انت شغال بيه 20 كيلو هرتز، السيجنال اللي انت مستقبلها -20 dBm. انا ممكن نقدر بسهوله احول من -20 dBm الى قيمه بالوات او بالملي وات، سواء اشتغل بالوات او اشتغل بالملي وات. في واحد ابن مش عارف ايه جامر عايز يدخل يعكر صف الترانسميشن دوت، الجامر الانرجي بتاعته اللي انا بستقبلها -26 dBm. طبعا الارقام منتقاه بحيث انها تبقى شكلها نشوف تاثيرها يعني، لكن الجامر هيوصل -26 dBm. السبريدنج فاكتور يعني عدد البنز اللي انا شغال بيها 20. فبقول لك طيب انا لو عايز اقارن بين السيستم اللي ما فيهوش هوبينج والسيستم اللي فيه هوبينج هكسب قد ايه بالارقام دي؟ هكسب قد ايه بالارقام دي؟ باخد الارقام وابتدي احسبها. انا عندي قيمه، اول رقم عندي فوق قيمه الايه، الباور بتاعت السيجنال، الباور بتاعت السيجنال -20 dBm، -20 dBm يعني 10^5 واط. سهلة، ممكن أطلع من الماينس 20 دي بي ام يديني 10^5 واط. أنا بقول لك الديتا ريت 16 كيلو، فبالتالي التي بي 1/16000. أقدر أحسب بناء على هذا الكلام الإنرجي بير بيت. الإنرجي بير بيت هي إيه؟ البي اس اللي هي 10^5 واط في التي بي اللي هي 1/16000. النويز 10^11، النويز موجوده و10 ناقص 11. الجامينج باور البي بتاع الباور بتاعت الجامر -26 dBm اللي هي تقريبا يعني في شويه كسر بسيط يعني، بس مش مهم الكسر يعني، 4/10^6 واط. وبالتالي انا عندي كده ايه، عندي الارقام اللي انا محتاجها. اقدر احسب الجي نود لو فاكرين لما اتكلمنا عن البروبابيلتي اوف ايرور، واتكلمنا عن البروبابيلتي اوف ايرور هو الانرجي بير بيت مقسومه على الجي نود زائد ان نود. اتكلمنا عن الكلام ده المحاضره اللي فاتت اي ثينك او اللي قبلها. فبالتالي الاي بي هي عندي فوق، الجي نود هي البروبابيلتي بتاعت الجامر مقسومه على الباندويث، والان از جيفن، الان از جيفن، يطلع لي الرقم ده تقريبا 4.7 dB في حاله ان انا ما عنديش فريكوانسي هوبينج. لو انا حبيت اعمل فريكوانسي هوبينج، الرقم بيختلف شويه. ليه الرقم بيختلف شويه؟ لان انا بقسم القيمة على باندويث مختلف، فبالتالي بيطلع لي لما اجمع الارقام بيطلع لي ال انرجي بالبيت على الان نود بلس جي نود تطلع 14.9 dB. الفرق بين الاثنين تقريبا 10 dB. معنى كده ان انا لما استخدمت فريكونسي هوبينج بسبريدنج فاكتور 20 السيجنال تو نويز ريشيو اتحسنت ب 10 dB. واحد منتبه يقول الله انت مش قلت قايل من 5 دقايق ان السيجنال تو نويز ريشيو بتتحسن بال ال السبريدنج فاكتور ال اللي هو 20؟ هل 10 لوج 20 ب 10؟ لا،
هل 10 لوج 20 10 دي بي؟ 10 لوج 20 بكام؟ 13. الحاجات دي المفروض تبقوا عارفينها كده يعني. 20 فاكتور اوف 2 3 دي بي في الباور. 20 يبقى 3 زائد 10 13. مع ذلك الفرق طالع عندي 10 بس مش طالع 13. يا ترى ليه؟ عشان النويز. عشان النويز. لو النويز بصفر، لو انت عدت الحسبه شلت الترم بتاع النويز طيرته، لو انت طيرت الترم بتاع النويز هتلاقي الفرق بقى 13 فعلا. لو الترم بتاع النويز طار الفرق هيبقى فعلا 13. فالكلام مظبوط يعني، الارقام مظبوطه، لان الفرق بين الفورم الاولانيه والثانيه لو انت النويز بصفر هي ال 20 اللي هي السبريدنج فاكتور اللي هو الفاكتور ال. فانت لو دخلت الفاكتور ال في الحسبه بتاعتك هيتحول الامر الى فعلا فرق 13 دي بي. لكن لما بتدخل نويز ممكن ما تبقاش 13 بالظبط، ممكن تبقى اقل من 13 زي في المثال ده، طلعت 10 طلعت 10 دي بي. عشان انت عندك السبريدنج فاكتور 20، 20 في 20 400. الواحدة بس سبريدنج فاكتور 20، في الباندويث الاجمالي بقى 400. هنتكلم عن، هنقلب الموضوع عن المالتيبل اكسس تكنيكس. قبل ما انسى، اليوم محاضرة يوم الاحد لن تسجل، بس واضحين عشان ما تقوليش مع هو شاهد هز راسه وهو شاهد. انا فاكر اني قلت لكم المره اللي فاتت، بس يعني عشان فاللي مش عايز يحضر ما يحضرش، ما فيش مشاكل يعني، بس مش هيلاقيها على اليوتيوب الا اذا حد سجلها في السر بقى. بس لا، محاضرتي من حد لن تسجل بسبب ان انا هكلمكم في حاجات يعني ممكن تبقى مفيده، مش عايز اللي ما حضرش يستفيد بيها. غلاسه بقى، ملهاش علاقه بالامتحان يعني، بس حاجات ملهاش علاقه بالامتحان، بس يعني لعلها تكون مفيده يعني. المهم هنتكلم عن المالتيبل اكسس تكنيكس. المالتيبل اكسس، طب ماشي، انا بعمل كوميونيكيشن سيستمز، بعمل كوميونيكيشن سيستمز والحياه جميله، وببعت وبستقبل، ولو في جامر ابن مش عارف ايه عرفت اتغلب عليه بحدود، بس عرفت اتغلب عليه. طيب انا جيت بقول لك والله يا استاذي هنتكلم عن المالتيبل اكسس تكنيكس شويه دلوقتي. خلينا نفرق ما بين شويه مفاهيم، المالتيبلكسنج والدوبلكسنج والمالتيبل اكسس. مالتيبلكسنج يا شباب، مالتيبلكسنج ودوبلكسنج والمالتيبل اكسس، في عندي ثلاث حاجات هنتكلم عنها: مالتيبلكسنج، الدوبلكسنج،
والمالتيبل اكسس. احنا تركيزنا هيبقى على المالتيبل اكسس، بس خلينا نشرح يعني ايه كل مفهوم من دول. محضراتكم المفروض تبقوا عارفين لما الكلمه دي تتقال كلمه مالتيبلكسنج. يعني ايه مالتيبلكسنج؟ يعني انا عندي داتا من سورسز مختلفه، عايز ألمها في نفس الكوميونيكيشن لينك. عندي داتا من سورسز مختلفه عايز ألمها في نفس الكوميونيكيشن لينك. الكوميونيكيشن لينك دي ليها كاباسيتي معينه، مفروض ان الكاباسيتي بتاعت اللينك تكون اكبر من او تساوي على الاقل مجموع السورسز الصغيره اللي عايزه مالتيبلكس عليها. ومثال ذلك التي فيز والايه والراديو والتليفونز العاديه. بعمل مالتيبلكس، ببعت داتا او ببعت انفورميشن، ببعت انالوج سيجنال او ببعت حتى ديجيتال سيجنال، ببعتها على نفس اللينك. سورسز كتير بيخمسوا في نفس اللينك. عارفين تعابير بيخمسوا؟ المفروض تعرفوا بيخمسوا. بيستخدم في ايه بيخمسوا؟ نفس الحاجه تقريبا. يعني نفس بيخمسوا، بس بيخمسوا في اللينك، داتا لينك مش في الحاجه الثانيه. فهو بيخمسوا الداتا بالحاجات المختلفه، بتخمس في الايه؟ في الداتا لينك. ده كلمه مالتيبلكس، ده المفروض نبقى عارفين يعني ايه مالتيبلكس. طب دوبلكسنج يعني ايه؟ دوبلكسنج يعني ايه؟ لو انا دوبلكسنج دي بتعرف لي السيستم شغال رايح جاي ولا رايح بس ولا رايح شويه وجاي شويه. الدوبلكسنج دي بتتكلم على اتجاه التواصل. دوبلكسنج في فول دوبلكس، في هاف دوبلكس. فبتتكلم على اتجاه التواصل. طبعا اتجاه التواصل احققه ازاي؟ ممكن احققه عن طريق ان واحد يبعت والتاني يسكت، وبعدين التاني يبعت والاولاني يسكت. زي ما حضرتك بتتكلم في محادثه، بتتكلم في محادثه طبيعيه، مش اتنين بيتكلموا قصاد بعض، يعني محادثه طبيعيه. في واحد بيتكلم التاني ساكت، وبعدين التاني بيتكلم الاولاني بيسكت. ده اسمه دوبلكسنج. ان الاولاني يتكلم التاني سكت، التاني يتكلم الاولاني سكت. سكت دي ممكن تبقى سكت في التايم، ممكن تبقى سكت في الفريكونسي. يعني انا ببعت على فريكونسي والتاني بيبعت على فريكونسي مختلفه. فدوت اسمه الدوبلكسنج. ايه بقى المالتيبل اكسس؟ وده الحاجه اللي هنركز عليها شويه وهنحط فيها شويه وقت. ايه هو المالتيبل اكسس؟ المالتيبل اكسس هو الرسمه دي. انا عندي مجموعه من عندي مجموعه طبعا ال يعني كلمه المالتيبل اكسس بقت شديده الحده في استخدام التليفونات السيلفونز، لكن هي المساله موجوده في علم الاتصالات من قبل كده اصلا يعني. بس خلينا نتكلم في السيلفونز. لو انا عندي مجموعه من التليفونات عايزه تتواصل مع بيس ستيشن جوه السيل بتاعتي، انا جوه السيل انا عندي مجموعه من التليفونات عايزه تتواصل مع البيس ستيشن اللي في وسط السيل. فبالتالي انا عندي مالتيبل يوزرز عايزين يعملوا اكسس. عندي مالتيبل يوزرز عايزين يعملوا اكسس للكوميونيكيشن ميديم. فده اسمه مالتيبل اكسس. في مالتيبل يوزرز عايزين يتواصلوا في نفس الوقت. او تقريبا في نفس الوقت. ففي عندي كذا طريقه للمالتيبل اكسس. في الفريكونسي ديفيجن، ان انا زي الجيل الاولاني خالص، اول جيل خالص من التليفونات المحموله كان بيستخدم فريكوينسي ديفيجن. كل تليفون شغال بفريكوينسي،
فممكن تعمل كده. التليفونات دي كانت نزلوها فين؟ في العربيات الاول اصلا. تلاقي العربيه تليفون حاجه كده محترمه جوه العربيه. بنستخدمه فريكوينسي ديفيجن، بمعنى ان انا كل فريكوينسي كل تليفون من دول بيتواصل مع البيس ستيشن على فريكوينسي مختلف، والبيس ستيشن بتتواصل معاه على فريكوينسي مختلف، فكده ايه كل واحد شغال في فريكوينسي لحاله. الحاجه الثانيه تايم ديفيجن. تايم ديفيجن ده نوع تاني. النوع اللي احنا درسنا منه شويه وهنتكلم عن شويه بقى خصائص ليه اكتر النهارده، اللي هو الكود ديفيجن اللي هو باستخدام السبريد سبيكتروم. في نوع اخر اللي هو البيزد على الاورثوجونال فريكوانسيز اوف دي ام بيزد، زي ما اخذته مع الدكتور محمد في الجزء الاولاني من الكورس. الاوف دي ام بيزد ده برضو معمول على اساس ان هو بيعمل لي فريكوانسي فريكوانسي وتايم، الاثنين بيعمل لي فريكوانسي وتايم في خطوه واحده. فبستخدم الاوف دي ام سيستم، بنستخدم الاوف دي ام سيستم كطريقه للفريكوانسي للمالتيبل اكس. طيب بالنسبه للاف دي ام اي فريكوانسي ديفيجن مالتيبل اكسس، بالنسبه للفريكوانسي ديفيجن مالتيبل اكسس ده زي ما قلنا ده مستخدم في تليفونات السيستمز القديمه للتليفونات. انا بدي الكل بدي لكل يوزر من دول فريكوانسي بن يشتغل بيها، طيب سؤال الموضوع ماشي من ناحيه المبدا سهل وبسيط ماشي. كل واحد ياخد فريكوانسي، هو السؤال هياخد فريكوانسي كام؟ مين اللي هيحدد ياخد فريكوانسي كام؟ ده سؤال صح؟ ماشي كل واحد ياخد فريكوانسي سهله خالص، كل واحد ياخد فريكوانسي، دي كلمه كده على الطاير سهله، لكن ساعه التنفيذ المالتيبلكسنج بيخمسه في الداتا في اللينك. اليوزرز بلمهم مع بعض، انا بلم اليوزرز مع بعض وببعتهم مع بعض. المالتيبل اكسس مش كده، المالتيبل اكسس الدنيا مفتوحه، ده عايز ياكسس وده عايز ياكسس، فده بيدخل من حته وده بيدخل من حته ثانيه. هي الفرق عامل زي كده. المالتيبلكسنج بلم ترافيك، بلم الداتا، بلم السيجنال وابعت السيجنال في حاجه واحده للناحيه الثانيه. المالتيبل اكسس لا، كل واحد منهم بيوصل للنهايه مره واحده. ممكن تتخيل، تخيل يعني على سبيل المثال يعني ان الناس دول بيكلموا الحظ يعني كلهم بيكلموا يوزرز في السيل دي، يعني يوزر في السيل دي كلهم بيكلموا يوزر في السيل دي. النطه من السيل فونز للتاور ده مالتيبل اكسس، من التاور ده للتاور ده لو انت عندك مايكرويف لينك لاين اوف سايت مايكرويف لينك او فايبر اوبتيك او تبر عاملينها ازاي، النطه دي مالتيبل اكسس، يعني النطه من التاور ده للتاور ده بقت مالتيبل اكسس، لكن النطة من السيلفونز دول للتاور ده مالتيبل اكسس، يعني الحتة دي تعتبر مالتيبل اكسس. احنا بنتكلم عن تعريفات
معنى التعريفان. انت ممكن تقول والله من وجهة نظر فلسفية المالتيبل اكسس هو في الحقيقة مالتيبلكسنج بس في صورة مختلفة، ماشي يعني، بس انا بتكلم عن معنى الكلمة اصطلاحا. معنى الكلمة اصطلاحا كده، المالتيبلكسنج معناه انك انت لميتهم سنجل ترافيك بايب بتبعت اوفر ذا سنجل ترافيك بايب، ده مالتيبلكس. المالتيبل اكسس كل واحد ماشي بايب لوحده للاند. ممكن السيستم يبقى فيه حته مالتيبلكسنج وحته مالتيبل اكسس، مفيش ما يمنع يعني. طيب السؤال هيبقى مين اللي يحدد الفريكوانسي اللي اليوزر هياخده؟ ده سؤال صح؟ مين اللي هيحدد؟ احنا هنا مش بصدد الكلام عن حل المشكله دي، المشكله اللي هي حلول يعني، مين اللي يحدد مساله اتحلت، بس دي مساله موجوده. مين اللي يحدد؟ عندك مشكله تانية، فلنفرض ان يوزر نط من سيل لسيل، يحصل ايه في حاجه زي كده؟ دي مشكله، لان هو اليوزر ده كان بيتكلم مع التاور الاولاني بفريكوانسي معينه، وبعدين نط للتاور الثاني بفريكوانسي ثانيه، ده اصفر عن مشكله شويه، وبرده المشكله دي ليها حل. ايه حلها؟ مش مهم يعني، بس هي مشكله محلوله. الهاند اوفر من سيل لسيل في وجود الفريكوانسي ديفيجن مالتيبل اكسس. انا لما بص على سيستم بصوره مبسطه، بص على سيستم زي دوت بصوره مبسطه، اقول والله انا عندي جوه السيل دي، ماليش دعوه بالسيل تاني، انا شغال بالسيل اللي في النص فقط، واليوزرز كلهم شغالين بفريكوانسي بانز، كل يوزر شغال بفريكوانسي مختلف، فهم بيبعتوا في نفس الوقت بس على فريكوانسيز مختلفه، بيبعتوا في نفس الوقت بس على فريكوانسيز مختلفه. فاليوزر الاولاني مستخدم الفريكوانسي الاولاني، الثاني مستخدم الثاني، وهكذا دواليك. لو انا حبيت احسب الكاباسيتي بتاع سيستم زي ده، الكاباسيتي بتاع سيستم زي دوت، لو انا جيت قلت والله انا لو ما عنديش جارد باند، يعني ما فيش بين الفريكوانسي الاولاني والفريكوانسي الثاني اي فرق، لازقين في بعض خالص، فبالتالي كل اللي انا هعمله ان انا اقسم الباندويث المتاح على الباندويث بتاع كل يوزر، ده يديني عدد اليوزرز اللي انا ممكن اشتغل بيهم. لو انا جيت قلت لك لا والله ده انا عندي جارد باند، ما ينفعش اليوزرز يبقوا لازقين في بعض خالص كده، الدنيا مش هتشتغل، الترانسميترز والريسيفرز مش هيشتغلوا مظبوط، فبالتالي بدخل الجارد باند في الحسبه، بدخل الجارد باند في الحسبه بتاعتي. تمام؟ لو انا جيت قلت لك طيب الحاجه الثانيه التايم ديفيجن، التايم ديفيجن مختلف شويه عن الفريكوانسي ديفيجن. في التايم ديفيجن انا ما بديش لكل يوزر فريكوانسي، انا بدي لكل يوزر تايم سلوت. نعم. عدد اليوزرز اللي ممكن استخدم، عدد اليوزرز اللي ممكن استخدم. ده الباندويث بتاع السنجل يوزر اللي هو حاسبينه زي ما حسبناه قبل كده. علشان لو تفتكر كان في فاكتور اوف 2 في الـ في الـ في الباس باند، كان في فاكتور اوف 2 لو تفتكر الكلام ده قلناه المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه، اي ثينك، انك انت عندك لو انت باعت سيجنال كده في البيس باند بتبقى كده، في الباس باند لو دوت اف سي يبقى ده اف سي زائد وده اف سي
ناقص 1 على تي بي ويبقى الإجمالي ده 2 على تي بي. الكلام ده قلناه كذا مرة مش كده؟ الكلام ده المفروض تبقى عارفه كده عشان لما تمتحن تعرف تجاوب. خلينا متفقين أنا في الامتحان النتيجة النهائية حاسب عليها، الخطوات أرجع على الله، أنا بحاسبك على النتيجة النهائية، ماليش دعوة بالخطوات، ماليش دعوة كان إيه في ذهنك، هو كده. فالحاجات دي المفروض تبقى عارفها كويس. طيب في التايم ديفيجن مالتيبل اكسس، في التايم ديفيجن مالتيبل اكسس انا بدي لكل يوزر تايم سلوت، بدي لكل يوزر تايم سلوت ماشي كويس. فبالتالي في عندي زي قطر كده ماشي، قطر الوقت قطار الزمان ماشي، وكل يوزر بياخد له ايه عربيه منه، بياخد له حته من قطار الزمان ماشي ينط عليها وبيستخدمها. علشان السيستم يشتغل كويس لازم يكون عندي سينكرونايزيشن دقيق جدا بين اليوزرز وبعضهم وبين اليوزر والبيس ستيشن. لازم يكون عندي سينكرونايزيشن دقيق للغايه ما بين اليوزرز وبعضهم البعض وما بين اليوزر والبيز ستيشن. تمام، ده مشكلة مش سهلة قوي ان انا اظبط السنكرونيزيشن، وخاصة ان ممكن في يوزر يبقى جنب التاور عدل وفي يوزر يبقى في اخر السيل، ففي البروباجيشن ديلي بيختلف ما بين التو يوزرز. المفروض ان انا اظبط السنكرونيزيشن بين اليوزرز دول وانا واخد في حسابي ان في يوزر جنب البيس ستيشن وفي يوزر في اخر السيل، في يوزر هنا وفي يوزر هناك كويس. في الاخر انا بعمل كده، انا بمشي الداتا في قطار الزمان وفي قطار الزمان كل يوزر منهم بيستخدم عربيه من عربيات قطار الزمان، كل يوزر بيستخدم عربيه من عربيات قطار الزمن، يوزر الاولاني اليوزر الثاني اليوزر الثالث وهكذا. فبالتالي السيستم بيتظبط كده ان كل يوزر شغال في وقت معين، كلهم بيستخدموا نفس الفريكوانسي بس مش كلهم بيستخدموا نفس الوقت. حسبه الكاباسيتي زي حسبه الكاباسيتي بتاعت الاف دي ام اي، بس الفرق ان انا لو قلت لا ده انا عشان اظبط السنكرونايزيشن بضطر ان انا اعمل اوفر هيد، عشان اظبط السنكرونايزيشن ما ببعتش الداتا وخلاص، ده انا ببعت اوفر هيد والناحيه الثانيه بيقعد يدور على الاوفر هيد ويظبط نفسه عليها، وممكن يقول لي اقدم شويه واخر شويه عشان اظبط الوقت بتاعي والوقت بتاعه. الاوفر هيد ده بياكل من الكاباسيتي بتاعتي، الاوفر هيد اللي هو سنكرونايزيشن اوفر هيد دوت لو اقسمه على التوتال ان، فبالتالي الافشنسي بتاعت السيستم بتقل بالرقم ده. الرقم ده هو عباره عن ايه؟ لو انا عندي لكل يوزر في عندي ان، وان ده عباره عن داتا والسينكرونايزيشن اوفر هيد، فالسينكرونايزيشن اوفر هيد ده بقسمه على الان الاجمالي، ده efficiency بتقل، الافشنسي بتاعتي بتقل بالنسبه دي، نسبه ما بين السينكرونايزيشن اوفر هيد وعدد البيتس اللي في الفريم، فبطرح واحد ناقص الفاكتور دوت وبضربه في ال W على 2 ار يو، فده يديني عدد اليوزرز اللي ممكن السيستم دوت يشتغل بيه. مرة أخرى في مشكلة، زي ما في مشكلة في الـ FDMA، في مشكلة في
في مشكلة في في التي دي ام اي. المشكلة هي ايه؟ طب فلنفرض ان انا الاخ ده او الاخ ده كان بيكلم التاور ده، وبعد شوية الاخ ده انتقل ماشيا او حبوا او باي طريقة مشي من هنا راح هنا، يحصل ايه بقى؟ يحصل ايه؟ ويحصل ايه بحيث ان المكالمة ان الاخ ده بيعملها ما تقعش؟ يحصل ليه ان المكالمة ما تقعش في حاجة زي كده؟ مفروض ما تقعش. اتكلم يعني عن مستوى الخدمة، ممكن احيانا ما يبقاش قد كده، لكن في الحالة الطبيعية مفروض ما يقعش. مفروض ان لما الاخ ده يتحرك، مفروض لما الاخ ده يتحرك يحصل ايه؟ بتبقى مشكلة شوية، لان الاخ ده واخد، فلنفرض مثلا ده واخد التايم سلوت رقم 55 مع البيس ستيشن الاولانيه. لما يدخل البيس ستيشن الثانيه ممكن ياخد تايم سلوت مختلفه، واصلا الريلاتيف ديلي ما بين اليوزر ده والبيس ستيشن الاولانيه او اليوزر ده والبيس ستيشن اللي اتنقل لها ممكن الريلاتيف ديلي يختلف لاي سبب من الاسباب، قرب لها بسرعه، كان راكب سياره مسرعه، فبالتالي ده هيخلي الوقت اختلف. اختلاف الوقت دوت لازم يتم بحيث الكوميونيكيشن تستمر واليوزر ما يحسش. لازم يتم بحيث الكوميونيكيشن تستمر واليوزر ما يحسش. في السيلفونز الكلام ده جه من التليفونات الارضيه، وجات من التليفونات الارضيه بناء على دراسات لردود افعال المستخدمين للتليفونات الارضيه. المستخدم بتاع التليفون ممكن يتقبل، مش قوي بس ممكن يتقبل ان المكالمه ما تبداش، لكن تقبله ان المكالمه تنقطع في النص اقل بكتير. يعني ممكن اكلم حد علشان وبعدين مكالمه ما تمتش، لكن تكلمه وبدا بقى تسخن بقى وبعدين تلاقي المكالمه قطعت، ده انا كنت لسه بسخن. فطبعا دي مساله نفسيا غير مقبول، نفسيا غير مقبول. دايما في الكواليتي اوف سيرفيس ديفينيشن في التليفونات الارضيه العاديه دايما هتلاقي ان الوزن بتاع ان المكالمه تنقطع اثناء المكالمه اسوا بكتير جدا من المكالمه ما تبداش اصلا. يعني انا ممكن ما اخليهوش يبدا المكالمه لو انا عندي شك ان المكالمه ممكن تنقطع باحتمال عالي، لا بقول له لا ما تبداش، لان المكالمه لو اتقطعت في النص هو انطباعه عن الخدمه هيبقى اسوا بكتير جدا من انه لو مجرد بس المكالمه ما بداتش. كويس. المهم المشكله دي قائمه. احنا التليفونات الستاندرد اللي غالب في اغلب دول العالم ما عدا بعض الكاريرز في امريكا وبعض الكاريرز في اليابان وفي استراليا، في واحد من الكاريرز كام كارير كده بيستخدمه، لكن اغلب الكاريرز في اوروبا بيستخدموا ما يسمى بالجي اس ام، بيستخدموا بالجلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن الجي اس ام. الجي اس ام ده بيستخدم تايم ديفيجن مالتيبل اكس. الجي اس ام بيستخدم تايم ديفيجن مالتيبل اكس. لما حضرتك بتتكلم في التليفون باستخدام الخدمه الصوتيه في التليفونات بتشتريها لحد النهارده بتستخدم جي اس ام في مصر على الاقل. يعني في دول ثانيه بيبقى فيها التو سيستمز، في بعض الدول بيبقى فيها سيستم واحد بس اللي هو سي دي ام اي. كويس. لو انا جيت قلت لك انا عندي في الجي اس ام انا عندي فريكوانسي باند، طبعا فريكوانسي باند ممكن يختلف حسب الكارير، بس انا قلت لك انا عندي فريكوانسي باند من 935 960 ميجا للفورورد لينك، ومن 890 ل 915 للريفرس لينك. طبعا اللينك الواحده منهم 25 ميجا هرتز، وبقول لك ان كل يوزر كل باند من دول مقسمها 200 كيلو هرتز راديو شانلز، وكل 200 كيلو هرتز راديو شانل بتشيل 8 يوزرز. يعني كل 200 كيلو هرتز ده عباره عن قطر فيه 8 عربيات ممكن يشيل 8
8 يوزر. فأقول لك احسب لي عدد اليوزرز اللي أنا ممكن أستخدمهم في سيستم زي دوت لو أنا استخدمت جارد باند أو ما استخدمتش جارد باند. سيستم جي اس ام سيستم بالبارامترز ديت. فبمنتهى البساطة ممكن أحسب أنا ممكن أحسب عدد اليوزرز في الحالتين. طبعا الحسبة سهلة، الحسبة ما فيهاش حاجة. أنا بقول لك والله أنا عندي مقسم الباند اللي هي 25 ميجا 200 200 كيلو 200 كيلو 200 كيلو كويس. فلما نقسم 25 ميجا على 200 يديني كام؟ يديني 125. تضرب 125 في 8 يديك 1000. ده الحالة الأولانية. الحالة الثانية بقول لك لا، ده أنا واخد 100 كيلو اليمين و100 كيلو من الشمال، فمش مستخدم ال 25 ميجا كلهم، أنا مستخدم 24 ميجا و8 من 10. يعني مطير 200 طارت مني، ال 200 اللي طارت مني ينزلني عدد اليوزرز من 1000 ل 992. هتجد بالكلام دوت إن أنا أقدر ب 25 ميجا أقدر أخدم أقدر أخدم 1992 مكالمة. كم يوزر؟ مش كل المهام، مش كل الناس بتتكلم. على سبيل المثال حضراتكم معاكم تليفونات في جيوبكم وانتوا قاعدين هنا متكتفين عشان أنا عمال أديكوا محاضرة، ما نود ودوكوا تطلعوا وتتكلموا أكيد، حدش يقول غير كده يعني. فبالتالي ما انتوا قاعدين متكتفين وما بتتكلموش ومعاكم تليفونات، والتليفونات واصله بالبيس ستيشن، البيس ستيشن حاسه ان كنتوا هنا بس ما بتتكلموش، فبالتالي مش مدياكم اي تايم سلوت. لما تقول والله لا انا هطلع من المحاضره وهم هعمل مكالمه عشان بقى هطلع بالكلمتين اللي عايز اقولهم من اول امبارح، فهتبدا المكالمه بتبتدي تطلب. البيس ستيشن هتعمل ايه؟ هتديك تايم سلوت، هتقول لك والله اشتغل على الباند دي بالتايم سلوت دي متاحه، او ممكن تقول لك لا 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 مفيش، تيجي تحاول تتصل تقول لك اسرح مفيش مفيش تايم سلوت متاح، فتقعد تحاول 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 لحد ما توصل. طبعا في حلول بقى في على النتورك ليفل. طب فلنفرض ان مثلا يعني فلنفرض ان الناس موجودين في الاستاد في ماتش والاستاد كله تليفونات والناس كلها عايزه تتصل، ودول اكيد واصلين بسيل واحده، طب والسيرة غالبا مش هتستحمل العدد ده كله، فبيعملوا ايه؟ بيعملوا ري ارينجنج للترافيك. ممكن تبقى انت واصل بسيل ابعد لانك انت صاحب في سيل بتبقى قريبه منك بس انت حاسس بسيلز ابعد، فممكن يقول لك لا انقل على السيل دي واشتغل على السيل دي، فحاسس ان هو يوزع الترافيك شويه كويس. ده ايه يا اساتذه فاضل؟ ده التي دي ام اي. تي دي ام اي انا بستخدم نفس الفريكونسي بس ببعت في اوقات مختلف. النوع الثالث اللي هنتكلم عليه وهنركز فيه شويه. نعم ذا فريكوينسي لا ده البند المتاح. لا بياخد 200 كيلو بس، بياخد 200 كيلو بس ما بياخدش البند كلها. ممكن تقول كده، ممكن تقول كده. طيب النوع الثالث انا اقول لك لا 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 سيبك من الكلام ده، احنا هنشغل كل اليوزرز في نفس الفريكوانسي وفي نفس الوقت، بس انا حدي لكل يوزر. انا شغال بقى سبريد سبيكترم، مش شغال تي دي ام اي ولا اف دي ام اي، انا شغال سبريد سبيكترم. انا حدي لكل يوزر كود، حدي لكل يوزر كود كويس.
وحدد لكل يوزر كود، وانا عامل حسابي ان الكروس كورليشن بين الكودز تبقى قليله. يعني انا حدد اليوزر ده كود وحدد اليوزر ده كود، بحيث ان اليوزر ده يتكلم على البيس ستيشن واليوزر ده يتكلم على البيس ستيشن، والاثنين يوزرز دول ما يدخلوش على بعض، ما يعملوش مشكله على بعض. انا في التايم ديفيجن انا كنت بخليهم ما يدخلوش على بعض عن طريق ايه، انت خد القطر في القطر، خد العربيه الاولى وانت خد العربيه الثانيه وانت خد الثالثه وهكذا، وقطر شغال، فبالتالي هم مش هيشوفوا بعض، ده شغال في وقت وده شغال في وقت. في الفريكوينسي ديفيجن ده شغال في فريكوينسي وده شغال في فريكوينسي، فبالتالي مش شايفين بعض. في الكود ديفيجن لا، ده هم شغالين في نفس الوقت وفي نفس الفريكوينسي، فبالتالي ما تبقى مشكله ان ماشي ممكن هيدخلوا على بعض لما في نفس الوقت وفي نفس الشيك، ما فيش اي فرق بينهم. ده انا بدي ده كود وبدي ده كود، بدي ده راندوم سيكونس او سودو راندوم سيكونس، وبدي للتاني سودو راندوم سيكونس، ده سودو راندوم سيكونس اولاني وده تاني، وشغالين في نفس الوقت في نفس الفريكوينسي، فبالتالي ممكن يدخلوا على بعض. فانا عايز الكروس كورليشن بين الكودز المختلفه دول، الكروس كورليشن بين الكودز المختلفه يكون اقل حاجه ممكنه. كويس. الميزه في الـ في الـ في الكود ديفيجن مالتيبل اكسس ان الترانسميشن بتاع اليوزرز التانيين بيبان عندي كما لو كان نويز، بيبان عندي كما لو كان نويز. طب بنحلها ازاي بقى، وازاي بان انا احل مشكله اليوزرز؟ هنتكلم سنه عن بعض المسائل في الـ في الـ في الاتجاه ده، اظن الصيد اللي جاي او اللي بعدها. في الكود ديفيجن انا مبقاش محتاج ان انا اظبط الوقت بين اليوزرز زي تي دي ماي. في تي دي ماي لازم اظبط الوقت ايه على ابوه، يعني لان لو فلت ده قطر، مش معقول انت تذكرتك في العربيه الثانيه وتنط على العربيه الخامسه، الدنيا باظت، انت بوصلها على نفسك وبوصلها اللي راكب في العربيه الخامسه. لكن في السي دي ام اي مش كده، سي دي ام اي انت عندك شويه حريه حركه في مساله السنكرونايزيشن الناحيه الثانيه. ده حاجه، وفي حاجه ثانيه هنتكلم عنها كمان شويه، بس دي ميزه كويسه موجوده عندي في سي دي ام اي. في سي دي ام اي انا ببعت اليوزر الاولاني مديله الكود الاولاني، اليوزر الثاني مديله الكود الثاني وهكذا، كلهم بيبعتوا، والبيس ستيشن بتتفاهم مع كل يوزر على الكود بتاعه، كل يوزر واخد الكود بتاعه بيتحرك بيه والدنيا جميله ومفيش اي مشاكل خالص. ففي الحاله دي بضرب في البيس ستيشن، بضرب بعمل دي سبريدنج. انا جمعت السيجنال اللي جايه لي هي مجموع اليوزر الاولاني زائد اليوزر الثاني زائد اليوزر الثاني، هم في نفس الوقت نفس الفريكونسي جايين معايا، فبالتالي مش عارف افصلهم. بضرب السيكونس او السيجنال اللي جايه لي بضربها في السيكونس اللي جاي لي بضربه في السيكونس اللي جاي لي بضربه في الكود الاولاني، فبعمل دي سبريدنج لليوزر الاولاني، بقيه اليوزرز بيتحولوا الى نويز لليوزر الاولاني. وبعدين بضرب السيجنال اللي جايه لي في الدي سبريدنج سيكونس بتاع اليوزر الثاني، برجع السيجنال بتاعت اليوزر الثاني، وبقيه اليوزرز بيتحولوا الى نويز لليوزر الثاني. واليوزر رقم ان نفس الكلام، اليوزر الثالث، اليوزر الرابع، اليوزر الخامس وهكذا. بمنتهى البساطه الموضوع بيستمر هكذا. لو انا بصيت على مثال بسيط خالص، انا بقول لك انا عندك سيستم فيه تو يوزرز، يوزر الاولاني على الشمال، اليوزر الثاني على اليمين. اليوزر الاولاني انا باعت انفورميشن بت 1 وبعدين 0 اللي هي ماينس 1 0 1،
اليوزر الثاني باعت 0 1 0 0 اليوزر الاولاني بستخدم الكود اللي تحتيه ده وده الكود بتاعه اليوزر الثاني بستخدم كود مختلف اليوزر الاولاني بستخدم الكود اللي على الشمال اليوزر الثاني بستخدم الكود اللي على اليمين لما بضرب اليوزر الاولاني في اليوزر الثاني اليوزر الاولاني في الكود بتاعه اليوزر الثاني في الكود بتاعه واجمع بيجي لي ايه ده اللي بيجي لي سيجنال بالشكل ده دول التو يوزرز مجموعين على بعض دول التو يوزرز مجموعين على بعض في الناحيه الثانيه بضرب التو يوزرز مجموعين على بعض في الدي سبريدنج سيكونس بتاع اليوزر الاولاني يديني الرقم اللي على الشمال ده او الشكل اللي على الشمال ده الشكل على الشمال ده لو بصيت عليه وعملت انتجريشن ده فعلا يديك 1 ده يديك 0 ده يديك 0 ده يديك 1 ولو عملت على ده يديك 0 1 0 0 هنا بتظهر مشكلة صغيرة انا افترضت صغير كده وجيت قلت لك والله ده انا لما جمعت اليوزر الاولاني على اليوزر الثاني انا افترضت ان السيجنال ليفل بتاع اليوزر الاولاني زي السيجنال ليفل بتاع اليوزر الثاني ده افتراض انا افترضته في الجمعيه دي لكن فلنفرض للحظ العاثر ان اليوزر الاولاني بعيد خالص في اخر السل واليوزر الثاني قاعد تحت التاور في القهوه اللي تحتيه اليوزر الاولاني في اخر السل خالص في اخر بلاد المسلمين واليوزر الثاني قاعد في القهوه اللي تحت السل تاور وبينه وبين السل تاور ايه خط مباشر فممكن جدا ان اليوزر الثاني يبقى قيمه السيجنال بتاعته كبيره قوي بالنسبه لليوزر الاولاني لما تجمعهم على بعض اليوزر الاولاني ما يبانش اليوزر الاولاني ممكن ما يبانش فدي مشكله سيئه في السينما وبتخلي السيستم ما يشتغلش كويس المشكله دي بتخلي السيستم ما يشتغلش كويس حلها ايه في حلين في الفيرجنز الاولى من السينما كانوا بيستخدموا باور كنترول المشكله دي بيسموها الايه الفار نير او نير فار بروبلم ان الباور بتاع اليوزرز مختلف لان كل يوزر ليه مسافه مختلفه فبالتالي شايف شانل مختلفه في واحد اخر السل وواحد تحت السل تحت التاور فبالتالي لما يبعت الثاني يبعت هيغطي ويغرق الاولاني مهما يعمل مش هيقدر يبان هيبان ازاي ده اصلا الثاني مغرق الدنيا فالمشكله دي ليها حل الاولاني الحل الاولاني هو باور كنترول ان انا بخلي اليوزر اللي قاعد على قهوه تحت التاور اقول له لا اهدى شويه انزل بالباور بتاعتك خالص لاقل حاجه ممكنه بينما الاخ اللي في اخر السيل ده اقول له اطلع بالباور بتاعتك لاعلى حاجه ممكنه بحيث ان الباور اللي توصل للبي ستيشن تبقى قريب لان الجمعيه اللي انا حاططها دي لو اليوزر اللي على اليمين ده مضروب في 1000 في 1000 ممكن يبقى 1000 ممكن يبقى رقم كبير قوي هتجد ان اللي هيطلع عندك في الاخر هو الشكل اللي على اليمين اللي هيطلع عندك في الاخر هو ده لان ده مش باين اصلا على الشمال مش هيبقى باين لما تضرب في الدي سبريدنج فاكتور بتاع اليوزر الاولاني هتطلع لك ارقام مختلفه ارقام خاطئه فده حل في حل تاني بيسموه المالتي يوزر ديتكشن انك انت ما بتعملش كده لا سيبهم زي ما هم كده وعند الريسيفر ابتدي خد السيجنال كلها على بعضها كانها ايه مالتي دايمنشنال سيستم حاول تخمن اليوزر اقوى يوزر كام فيهم اليوزر الثاني ده طلع قوي جدا ماشي خد اليوزر الثاني ده حاول تخمن الداتا بتاعته وبعد ما تخمن الداتا بتاعته اطرحها من السجن اللي جايه لك وبعدين عيد العمليه مره اخرى فده بيسموه مالتي يوزر ديتكشن الريسيفر بيبقى معقد يعني عشان تعمل الحركه دي
لكن ده بيسمح لك انك انت تتلافى مشكله الايه النير فار بروبلم اللي موجوده في السينما. كويس. باور كنترول. باور كنترول حط بص على المثال ده. بص على المثال اللي قدامك ده. لو انا اليوزر اللي على اليمين مش واحد لناقص واحد. لو اليوزر على اليمين من 1000 لناقص 1000 واجمع عليه اليوزر على الشمال، المجموع هيبقى شكله عامل ازاي؟ على اليمين ماشي، اضرب بقى اليوزر على اليمين ده في السيكونس اللي على الشمال. اليوزر اللي على الشمال ضاع، طار، انتهى، انتحر، ما عادش ليه وجود، لانك انت الاخر لما تضرب السيكونس اللي على اليمين في او اللي جاي من اليوزر اللي على اليمين في السيكونس الديسبريدنج سيكونس اللي على الشمال مش هيديك ال 1001، هيطلع حاجات ثانيه. اليوزر راح خالص. نعم. مالتي يوزر ديتكشن. مالتي يوزر ديتكشن. لا تجمعهم طبعا، دول جايين في الهواء، دول جايين في الهواء مجموعين، دول الان جاي لك مجموعين اصلا. يعني لو انا بصيت على السي دي ام اي كاباسيتي، السي دي ام اي بقى فيه ميزه لطيفه جدا عن التي دي ام اي والاف دي ام اي، الا وهي انت ممكن يعني في التايم ديفيجن هو قطر كذا عربيه كل واحد ياخد عربيه منه. الفريكونسي ديفيجن هو بنز فريكونسي بنز كل واحد واخد فريكونسي منه. هنا بقول لك كل واحد ياخد كود، فبالتالي عندنا حاجه بنسميها السوفت كاباسيتي. حاجه بنسميها السوفت كاباسيتي، ان السيستم ممكن يتحمل ان انا ازود يوزرز اكتر من العادي. كل يوزر ياخد كود ويدخل اهلا وسهلا بيه، طالما كودز في اورثوجوناليتي شغاله بينهم معقوله، فممكن اقعد ازود يوزرز. طبعا لما ازود يوزرز باكواد جديده هيحصل ايه في الاس ان ار؟ هتقل، لان كل يوزر بيدخل بيمثل لبقيه اليوزرز نويز، بيمثل لهم نويز سورس. صح ممكن تبقى قليله، بس القليل على القليل ممكن يجمع. انا ممكن اسمح ان انا اقعد ازود عدد اليوزرز عن طريق ان انا ادي لليوزرز اكواد مختلفه. لما ازود عدد اليوزرز وادي لليوزرز اكواد مختلفه، ده بيسمح لي بحاجه اسمها السوفت كاباسيتي. السوفت كاباسيتي ان السيستم ممكن يشتغل، ممكن يقبل يوزرز جداد. اليوزرز دول شغالين باكواد مختلفه. مش بس كده، ده السي دي ام اي فيه ميزه ممتازه جدا، الا وهي ان اليوزر ده اللي هو انتقل من السيل الاولانيه للسيل الثانيه، اليوزر دوت اللي انتقل من السيل الاولانيه للسيل الثانيه انتقل، ممكن ينتقل بنفس الكود، ما هو معاه كود ممكن ينتقل بيه. فبالتالي بدل ما يدخل على السيل الثانيه ويقول له اديني تايم سلوت او اديني فريكونسي سلوت، لا انت شغال بنفس الكود بس انقل على التاور الثاني، وده بنسميه ايه؟ بنسميه سوفت هاند اوف. بنسميه سوفت هاند اوف. كويس. فده بيسمح لي ان السيستم يبقى شغال بشكل الطف، ودي حاجه من الحاجات او من المميزات اللي خلت الشركات الامريكيه تتبنى السي دي ام اي من الاول، ان السي دي ام اي يعني سيستم لطيف وليه مميزات كويسه. طبعا زي ما احنا عارفين ان السيل فون سيرفيس اساسا اخترع فين؟ اين اخترع السيل فون سيرفيس؟ فين؟ تعرفوش يا باشمهندسين يا خريج هندسه القاهره؟ ازاي؟ اين اخترع السيل فون؟ اسالوا جوجل هيقول لكم. طيب دلوقتي انا عايز ابص بصه اكثر تدقيقا. طبعا انا الكلام اللي انا قلته ده، المالتي يوزر ديكشن ده
ده اصلا كورس الواحد. طيب مالتي يوزر ديتكشن بقى نعمل ايه؟ ماشي انا باخد اليوزرز اقعد ايه اخد السيجنال اقعد افصصها بيزيكلي، يعني باخد السيجنال اقعد افصص فيها اقول اقعد اطلع اليوزر الاولاني، طب شيل اليوزر الاولاني فاضل ده اليوزر الخامس، طب شيل اليوزر الخامس وبعدين نرجع نشوف بقيه اليوزرز راحوا فين. فالتفصيصه دي معقده رياضيا ومعقده في الامبلمنتيشن بتاعها. انا لو حبيت دي جت ازاي؟ دي ده مجرد تعبير ابستراكت ليها. السوفت كاباسيتي هي مجرد كونستانت زائد واحد في السبريدنج فاكتور على انذر كونستانت في الاكسبتد اس ان ار. جت ازاي؟ مش مهم جت ازاي، يعني هي معطاه كده وخلاص، نزلت من السماء، الحيطه انشقت وطلعت هذه المعادله العظيمه. ماشي. طيب انا هبص اظن في البروجكت اللي انا ارجو من الله ان كنت تكونوا بداتوا فيه صح؟ لا لا ابداوا فيه اصاب، يعني ممكن بمنتهى البساطه كلكم تاخدوا 2 زي ما اتفقنا، هي تلت النمره وخلاص يعني، بس يعني ما اظنش انتوا عايزين كده يعني. ابداوا فيه. لو انا بصيت على الكاركترستكس بتاعت البي ان سيكونسز باستخدام البريمتيف بولينوميالز اللي بتطلع البي ان سيكونس، زي ما اتكلمنا عن البي ان سيكونسز في محاضره البي ان سيكونسز من فاكر امتى. انا ببص على الاوتو كورليشن بتاع اي سيكونس، بيبقى شكله جميل خالص. بيبقى شكله طبعا في ماينس 1 على الان ويبقى طالع لفوق شكله محترم وجميل وممتاز وابن حلال. لكن لو انا قلت طيب انا عندي تو سيكونسز عايز ابص على الكروس كورليشن، عايز ابص على الكروس كورليشن. الكروس كورليشن تهمني ليه؟ لان اليوزر ده شغال هنا واليوزر ده شغال هنا والتو يوزرز داخلين على بعض، وبالتالي الكود بتاع اليوزر الاولاني والكود بتاع اليوزر الثاني لازم الكروس كورليشن بتاعتهم تبقى قليله. قليله دي كلمه ريليتيف، طب قليله هتطلع قد ايه؟ في المثال اللي قدامنا ببص على الكروس كورليشن بين الكود الاولاني والكود الثاني بيطلع بالشكل ده، هتجده ان هو عند معدي ال 20 بوزيتيف وفي النيجاتيف مقرب على ال 40. فارقام سيئه، ارقام تعتبر سيئه. لو في عندي بقى مش 2 يوزرز وعندي 5 يوزرز ممكن الكروس كورليشن يغرق لي الدنيا، فبالتالي السيستم مش هيشتغل. حتى لو عملت باور كنترول ولا عملت اللي عملته السيستم مش هيشتغل. هيشتغل ازاي؟ لان الكروس كورليشن هتخلي اليوزرز ما تقدرش تفرقهم عن بعض مهما تحاول مهما تعمل. ففي احد الحلول، مش هو الحل الوحيد، احد الحلول، وده اللي اظن طلبتكم بيه في البروجكت، ان احنا بنعمل حاجه اسمها جولد سيكونس. الجولد سيكونس انا ببني البي ان سيكونس بتاعي عن طريق ان انا بستخدم 2 ال اف اس ارز، مش واحده، 2 بجمعهم على بعض. ده في الفاينايت اريثمتيك ده يكافئ ان انا ضربت البريمتيف الاولانيه، البريمتيف بولينوميال الاولانيه في البريمتيف بولينوميال الثانيه. فده بيديني عدد سيكونسز ان بلس 1 سيكونسز، والاورثوجوناليتي بتاعتهم معقوله، مش ممتازه مش رائعه جدا بس معقوله، بتخلي لي الكروس كورليشن ليميتد بالرقم ده. فبتخلي لي الكروس كورليشن اللي تطلع لي بتبقى ليميتد في الحالة ديت، ليميتد لحد 17، في البوزيتيف 15 وفي النيجاتيف واصلة لحد 17. فده طبعا الكروس كورليشن بتاع الجولد سيكونس ده أفضل من الكروس كورليشن بتاع السيكونسز اللي أنا وريته لكم اللي كان واصل لحد 40. طبعا ما هوش رائع بس هو أحسن من الكروس كورليشن بتاع السيكونس الأولاني. نعم
عملنا جنريشن البين سيكونس باستخدام اثنين اللي في صار مش واحد وجمعتهم على بعض. طبعا لازم يكونوا حاقين كاركترستكس معينه عشان تقدر تجمعهم على بعض ويتحول البين سيكونس اللي خارج اللي هو المجموع الاثنين از ا جولد سيكونس از ا جولد سيكونس. هل في اسئله؟ نعم. لا لا مفيش اسئله. بيقول مفيش اسئله. لا اسالي اسالي. الكروس كورليشن تبقى قليل. الاوتو كورليشن تبقى رفيعه وعاليه والكروس كورليشن تبقى قليل. علشان لما اليوزرز تدخل على بعض ما يشوشوش على بعض اكتر من الحد المقبول. ما الارثوجناليتي لا عشان يبقوا الكودز اورثوجونال حاجه زي الهادامارد كودز اللي احنا مش هنتكلم فيها. ده المفروض يبقى صفر او يعني بلس 1 ماينس 1 ما يزيدش عن كده. لكن ده زي ما انت شايفه من 22 لناقص 40 طالع نازل جامد. فبالتالي ده لو دخلت السيكونس دول على بعض مع شويه نويز مش هعرف افرق بين اليوزر الاولاني واليوزر الثاني. اليوزر الاولاني واليوزر الثاني الكروس كورليشن بتوصل ناقص 40 او ناقص حاجه 40. فبالتالي مش هعرف افرق بين اليوزر الاولاني واليوزر الثاني. الجولد سيكونسز زي ما اتفقنا ده احد انواع السيكونسز اللي بتستخدم. الجولد سيكونس وبتتعمل كده احد الانواع مش ده مش النوع الوحيد في انواع اخرى. نعم بجمعهم على بعض صفر واحد زائد واحد بصفر. واحد لا مالتبليكيشن واحد في واحد بواحد. انا بجمعهم على بعض. هل في اسئله اخرى؟ دي ده الكروس كورليشن بين اليوزر الاولاني واليوزر الثاني. ده افضل. ما بقولش ده ممتاز يعني ده سؤال ممكن تقول ده مش حلو قوي ماشي بس ده افضل من ده انا في الاخر انا كل اللي يهمني ان السيستم يشتغل. انا ما يهمنيش ان السيستم يبقى ايديال. انا يهمني السيستم يشتغل. فالسيستم مع ده هيبقى الاميونيتي بتاعته مع النويز اسوأ بكتير من ده. ليه ايه؟ انا مش ده مجرد حسبه الاوتو كورليشن بتاع السيكونس. مش نفس لينس ليه؟ اه ده في 100 وشويه يعني؟ لا لا هو على الفيكتور كله 7 و 7 5 4. انا بستخدم في المثال ده انا بستخدم 7th اوردر بولينوميال فوق وتحت. فبستخدم بولينوميال مختلفة. انا هنا بستخدم بولينوميال مختلفة. ماشي؟ أشوفكم يوم الأحد. يوم الأحد مش هنسجل محاضرة.